الاسنان ورسمه الاسنان دي بتنم عن سلوكيات البني ادم اللي قدامنا. التشخيص السليم التكنولوجيا فيه شرط اساسي وركن ركيز. بيهتم بأناقته، ما في حد بيبقى انيق واسنانه بايظه. مش شكل بس، انا عايز شكل وفانكشن وكل حاجه. من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحه؟ الضب بسبب العض ده لازم جراحه. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين، عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان. كاريزما خاصة وحضور رائع الأستاذ دكتور كريم مكادي، أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا دكتور، منورنا. ربنا يكرمك. اللي أنا قلته صح؟ صح جدا، مظبوط جدا. طبعا الشخصية بتفرق، ظروف العمل بتفرق، لون البشرة بتفرق. يعني مثلا أنا عندي حد شخصيته قوية بيشتغل شغلانة، صاحب مصنع مثلا عنده عمال بتوعه، ما ينفعش إن أنا أعمل له أسنانه اللي هو اللون البياض اللؤلؤي، ما ينفعش إن حدود السنان نفسها تبقى راوندد او زي ما حضرتك قلت. ما ينفعش ان انا اعملها له صغيره. خلي بالك الالوجن بيفرق قوي في القصص دي. يعني انا ممكن حجم السنان ابينها كبير بس هي مش كبيره، عن طريق ايه؟ ان احنا نبدا نغمق الاطراف فتبان السنه اطول، نغمق من فوق ومن تحت تبان السنه اغمق. كل الكلام ده احنا بنوظفه عشان خاطر الراجل ده يبان في مكانته الاجتماعيه بالشكل الفلاني. يعني ما اقدرش ان انا الراجل الست المذيعه تبقى الراجل زي الراجل صاحب المصنع. ما ينفعش الراجل الابيض يبقى زي الراجل الاسمر. كل الالوان لازم تختلف على حسب لون البشره، طريقه العمل، الظروف الاجتماعيه، كل الكلام ده بيتحكم في شكل السنان ولونها. حلوه كلمه اليوجن، دايما بحبها. اليوجن خداع البصري. كان في فيلم رائع جدا اليوجنست. ايوه اليوجنست، انا بحب التويستد اللي هو المضلل، تضليل. هو طبعا في الطب مفيش حاجه اسمها تضليل، اقصد بتقصد باستخدام الضوء عشان يديك نظره او شيء معين باستخدام علم الظل. اعتقد هو ده مظبوط. الوجن عندكم تعالى نذهب مع بعض في رحلات ثلاثه. النهارده هنبدا بالرحله الاولى، هي الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ احسنك بالطريقه المصريه، الطريقه المصريه الاصيله. انا بحب كده. واحد قاعد معانا صاحبنا بيتصل، انا عايز اعمل تجميل اسنان. يلا روح اعمل تجميل. طيب بس انا عايز الناس كلها تعرف ان انا عملت تجميل اسنان. مش التجميل عشان يبقى جميل، لازم عشان لازم يبان، يبقى واضح، كل اللي يشوفني يقول لي انت مجمل سنانك وعاملهم. ده الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ اسود. على طول. طبعا انا بجمل الاسنان ان انا اخليها شكلها حلو، مش اخلي الناس تعرف ان هو ده عامل شغل في اسنانه. انا بفتحها لون ابيض حلو بس ما تبقاش تباشير، ما يبقاش الراجل او الحد اللي بيعمل التجميل ده بيفتح بقه اكن فيه جبنه في بقه. لازم يبقى اللون لايق على وشه، لايق على شكله، فيبان ان هو طبيعي. ده اللون ده شكله طبيعي، انت شكل اسنانك نظيف، شكل اسنانك حلو، لكن مش شكل اسنانك معمول فيها تجميل. الشغل اللي هو التبييض اللي هو عامل زي التباشير، او اللون اللي عامل زي التشيكلتس، تلاقي السنان كلها عامله زي ما تكون حاطط حتت تشيكلتس محطوطه، ده طبعا مش مظبوط. طبعا احنا بنعمل احسن شكل يليق على البني ادم، ويليق على بشرته، ويليق على شخصيته، ويليق على شغله، من غير ما حد يعرف ان هو عامل كده. برضه بالاسلوب المصري، رحت اعمل عمليه تجميل سنان يا عم، قعدوا يدرسوا مش عارف العيون والوسع وبعد ودرجه الابيضات بتاعتهم والمسافه مش عارف بين مين ومين. يا عم انا رايح اعمل في سناني ايه اللي بص خليكم باصين لوشي؟ انتوا مالكم مال وشي؟ ده كلام ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ده ابيض. مين؟ ده كلام المصري. كلام مصري طبعا اسود طبعا. الراجل مستغرب، مستغرب. هو استغرابه ده يعتبر غلط. اه طبعا
طبعا إيه هو لازم انت رايح لأولي العلم الراجل اللي فاهم هيصمم ابتسامتك ازاي، الراجل اللي هو دارس انا لازم اعمل شكل الابتسامة على الراجل الفلاني بالطريقة الفلانية عشان ما يبقاش شكلها قد او شكلها غريب، لازم تبقى شكلها لايقة على شكله، لازم لما يضحك ابقى ببص له برضه في عينيه بس الباك جراوند بتاعتي كويسه، ما افقدش اللي هي اي تو اي كونتاكت، لازم يبقى الحوار مستمر ما بيني وما بينك من غير معنيه تروح من عينيك لسنانك. فكل الكلام ده لا طبعا لازم مصمم الابتسامه هو اللي بيديزاين، هو اللي بيقرر الكلام ده، الراجل اللي هو رايح ومش عايز مصمم الابتسامه يعمل كل الكلام ده طبعا مخطئ جدا. طيب في ناس عندها اعتقاد انه هذه الحاله حالتي ما يقوش منها، مستحيل هتصلح ايه ده يا باشا، دي بقي اشبه بهيروشيما بعد ما حطوا عليها القنبله الذريه، فكيف ننبت ما تدمر حصل فيه، دمار هائل، دمار شامل، دمار كامل. مين كامل اللي هيصلح ده؟ خلينا نتفق على حاجه. ده الكلام ده اسود اسود طبعا اسود. اسود طبعا. خلينا نتفق على حاجه، ان دلوقتي العلم والتكنولوجيا ومهاره الاطباء والتيم ورك خلى مفيش حاجه اسمها انا مش هعرف اصلح ده، لا احنا بنبدا الاول نعمل دراسه للحاله، نبدا نكشف على الحاله، نعرف ايه مشاكلها، طب هي ايه اللي متكسر، ايه اللي ناقص، ايه اللي ناقص نزرعه. زي مثلا الحاله دي، الراجل ده عنده اسنان بادلي ديكيد فيها مشاكل العصب وعنده بقيه الاسنان مش موجوده. طيب احنا درسنا الحاله، شفنا وضع العظم عامل ازاي جوه، طيب تعالى يا بتاع العصب اشتغل العصب في السنان دي، اشتغلها، تعالى يا بتاع الزراعه احنا عملنا الاول طبعا السي تي او الاشعه المقطعيه عرفنا الزراعات نقدر نحطها فين، تعالى اشتغل الزراعات بتاعتك. بعد كده نبدا ناخد مقاسات بتاعتنا ونعمل لها ديزاين على الكمبيوتر، يجي بتاع التركيبات يشتغل التركيبات بتاعته، تطلع في الاخر بالنتيجه دي. طب ما ده الراجل ده كان بيقول نفس الكلام، انا مفيش امل مني، هو كده اي حد يبص له يشوف فيه امل؟ لا طبعا. بس التيم ورك بيحل اي حاجه. طيب خلينا نروح للجزء الثاني في حوارنا، الجزء اللي انت بتبقى حد فيه قوي بستمتع برد تلقائي في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ مكان بيعتمد على برامج تصميم الابتسامة، برامج سوفت وير، بنجيب البرنامج صمم يا عم صمم، مفيش لا خبرة ولا موهبة، مفيش بس جبنا البرامج. فين اللمسة الفنية فيها؟ فين الشكل؟ فين البصمة؟ هختار لك البصمة بتاعتك ازاي؟ ده جاني ده طبعا جاني. طبعا جاني. ازاي هختار شكل السنان؟ ما هو هيصمم لي ابتسامة، هيصمم لي السنان بشكل مظبوط بالنسبة له. طب مين اللي بيختار الشكل ده؟ هو مش بني ادم، لازم الدكتور اللي شايف البني ادم قدامه، اللي شايف لون بشرته، اللي شايف لون عينيه، اللي شايف شكل وشه طوله، اللي عارف ده ذكر او انثى، هو ده اللي بيعمل التصميم. مش الجهاز، انا جبت جهاز مش هيطلع في الاخر النتيجة مظبوطة، لكن جبت الجهاز زائد مهارة زائد فن زائد احساس بالجمال طبعا هطلع النتيجة مظبوطة جدا. من يقوم، وده سؤال مهم جدا، ببرد الاسنان بكمية كبيرة قبل استخدام التركيبات الثابتة؟ وعلى فكرة ده بيحصل كتير، ده بيحصل كتير، كتير. ده حقيقي. ده جاني طبعا. ده جاني جدا، لان احنا ده هعمل لها كراون. طب ما انا برضو معلش هاخد يعني دور المحامي بتاعه ودافع عنه، طب ما هيركب لها كراون حتى لو عمل لها عمل بس فيها برد كبير. لا بس انا بضعف السنه، السنه دي عمرها هيقصر، انا كل ما بقرب من العصب كل ما بعمل له تهيج مع الوقت هيبوظ. السنه دي عمرها هيبقى اقصر من اي سنه اتعمل لها برد بشكل اقل، احنا لازم نعمل المينيمم، لازم نحافظ على السنان، الحاجه بتاعت ربنا ما بتتكررش فاحنا لازم نحافظ عليها. بس فاحنا مش محتاج ان انا اعمل ديستركشن عالي في السنان عشان اعمل التركيبه، طب ما نعمل اقل حاجه ممكنه، احنا عندنا دلوقتي سماكه الاي ماكس صغيره جدا عامله زي ورقه السجاره نقدر نحطها، طب ليه نقعد ناكل في السنان دي كلها؟ طيب لسه مكملين، ليه الوهم والشك واليقين؟ وهم شك ام يقين؟ ان تهمل في اسنانك انت مش المشكله، هتضر شكلك بس، تضر شكل سنانك، الناس هتضايق من شكلها، انت صحتك كلها جسمك كله خطر. فالسؤال ده ليا انا،
مظبوط كده. السؤال ده ليه بقى؟ عايزين نجاوبه. يقين. ده يقين جدا طبعا. طبعا خالص. هنخش في سبتسيميا ونخش في هنا بقى الكلمه سبتسيميا. الكلمه دي على فكره طلبه الطب اللي بيتفرجوا علينا اللي هو التسمم الدموي لازم يقعدوا يذاكروها بدقه شديده جدا. مفيش طالب في الطب في مصر عارف كويس الفرق بين السبتسيميا والبكتيريميا. ولو سالت واحد في امتحان قلت له ايه الفرق بين السبتسيميا والبكتيريميا وما جاوبنيش اجابه علميه بدقه لن يكمل، لن ينجح. شوف بص اهو في التلفزيون انا بقول طبعا مية ما ينفعش ينجح طبعا لان الحته دي في الطب واقعه خالص. طبعا انا عايز اسالك برضو انتوا بتشوفوا مشاكل من الاهمال يعني بتشوف بتتابع مريضك تشوف أيوة. بقى التهاب الصمام الميترالي لازم مع السنانو خلينا نتفق ان احنا البق ده جزء لا يتجزأ من الجسم. انا مش بتعامل مع جزء وخلاص، لا انا بتعامل مع الجسم كامل. انا لازم اشوف الفيتلز بتاعته الدنيا ماشيه ازاي. البق ده لو مش مظبوط هيبدا يحصل لي مشاكل في الدم، هيبدا مشاكل في الجهاز الهضمي، هيبدا الراجل ده ياخد ادويه كتير فهتعمل لي مشاكل في الكبد وفي الكلى، هيبدا يحصل له كل حاجه هتبوظ. فانا لازم الراجل ده اهتم بيه من كل النواحي. انا ده المدخل لجسمه فما اقدرش ان انا اسيب اي جزء من الاجسام. انت بتنورني وبتسعدني، وجودك معانا اضاف لينا اسلوبك الجميل الرائع التلقائي اللي ما بيقبلش القسم على اتنين. ولا انك النهارده كنت دبلوماسي في حته. كنت دبلوماسي في حته، ما رضيتش تقول على الناس اللي بتعمل نوم ريبس في الاول. دكتور كريم مكادي كان ضيفي في الناس الحلوه، خليكم دايما معنا سلام. المطلوب ان انت تاكل كل حاجه بس ما تخلطش بالاثنين. لو عايز تاكل كل النشويات الاول قبل البروتينات بنص ساعه،